السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حياكم الله متابعي قناه زينب المغرب. دائما ضمن تحضيرات حلويات العيد، اليوم ان شاء الله غادي نقترح عليكم واحد الحلوه سهله جدا اقتصاديه، فتابعوا معايا المقادير وطريقه التحضير. لهذه الحلوه غادي نحتاجوا لها على بركه الله 250 غرام ديال الزبده بحراره الغرفه، ما يعادل 4 كيلو. عندنا كاس ديال الزيت النباتيه، الزيت بطبيعه الحال اللي كتكون دائما العبار بكاس العنبه، يعني واحد 160 مليلتر. غادي نحتاجو كذلك نص كاس ديال السكر الخشن او السكر سنيده. انا ما كثرتش السكر، كيف ما كتعرفوا هذه الحلوه كتفند في السكر كلاصي، لهذا ما نكثرش بزاف الحلاوه. عندنا واحد 3 المعالق ديال الزبيب اللي خديتهم قطعتهم رقيق، يكون الزبيب منقوع يعني من قبل في شويه ديال الماء مع الزهر. غادي نحتاجو كاس ديال اللوز اللي خديته، يعني واحد 100 غرام ولا 120 غرام ديال اللوز اللي كناخذوها كبالقشور ديالها، كنمسحو غير اللوز وكندخلو يتحمر في الفران وكنطحنوه مهرمش بالقشور ديالو. اللوز اللي ممكن تعوضوه بكاوكاو. غادي نحتاجو واحد 2 معالق ديال الكركاع، حتى هما اللي خديتهم وصهدتهم، يعني 2 معالق يكونوا ويتا كنطحنو، هذا كنعبرو 2 معالق يعني 50 غرام تقريبا. عندنا كذلك كاس تاع الزنجلان، وهاد الحلوة الأساس ديالها هو الزنجلان، قد ما كان فيها يعني هاد المكونات ممكن تنقصو أو تزيدو، لكن الزنجلان كيبقى بالمكونات اللي هي ضروريه. عندنا كاس ديال الزنجلان اللي تيكون مصهد حتى هو منقي ومصهد في الفران، يعني مغسول وكلشي وكنصهدوه في الفران. عندنا 4 كاس ديال الماء الزهر، قبيصه ديال الملحه. عندي 2 خمارات من فئه 8 غرام، والدقيق ما بين 700 حتى 800 غرام، يعني ما بين 700 انا عندي 700 غرام. وغادي نشوفوا شحال غتهز لنا الحلوه ديالنا. هذا هما المكونات، ندوزو على بركه الله لطريقه التحضير. هنا كناخذ الزبده، تنديروا لها دوك 2 معالق ديال السكر سنيده وتنخدموها بسم الله، تنخدموا مزيان حتى كتندمج لينا السكر مع الزبده. انا كنفضل السكر عفوا كنفضل السكر سنيده او السكر الخشن على السكر كلاصي، لان دائما على حتى في البهله ولا الغريبات عموما كتجي فيهم السنيده، ملي كتاكلي ديك الغريبه كتاكلي شي حاجه اللي هي مقرمشه، واللي تيبغي هذا الطبق يدير سكر كلاصي. من بعد ما كنتاكدوا ان الزبده اندمجت مزيان مع السكر سنيده، ومني كتكون الزبده بحراره الغرفه، دابا راه الحال سخون، غادي نضيف الزيت، كتسهل علينا العمليه ديال الخدمه. واحد 1/4 كاس ديال الزهر انا كنعبر بيدي، تنبداو على بركه الله باضافه الزنجلان، نضيفو كذلك الزبيب، نضيفو اللوز اللي حمرنا في الفران وهرمشناه، ثم الكركاع، واحد الرشه ديال الملح، نضيفو 2 خمارات. البنات اللي تيسولوا على المعلقه شحال فيها، يعني معلقه صغيره كتهز لكم 2 خمارات، يعني كتكون غنوريكم القياس ديال المعلقه. هذه هي المعلقه اللي كنقصد انايا، هذه المعلقه تهز لكم 2 خمارات. كنبدا على بركه الله نضيف الدقيق بالتدريج، دائما الحلاوي يعني هذه قاعده خاصها تكون الدقيق يكون مغربل، ونضيفو شويه بشويه. هنا كما كتلاحظوا هذه الحلوه ديالنا من بعد ما جمعناها ما خاصهاش تبقى مخوفه، وفي نفس الوقت ما تجيناش جاريه. غير القياس باش غادي نشكلوها، يعني الا شديتوها وتشكلات لكم في اليد ديالكم على شكل غريبه صافي. انا 750 غرام اللي كانت عندي هاش نشاط منها ديال الدقيق، يعني غتهز لكم ما بين 700 غرام تقريبا ديال الدقيق هي اللي غادي تهز لكم. هنا كناخذوا كميه من العجين كنشكلوها على شكل غريبه بهذه الطريقه كيف ما كتلاحظوا.
انا عندي هذا المرشم، نتوما كتاخذوا اي مرشم عندكم وكترسموا به الحلوه ديالكم، ولا كتشكلوها فقط غريبه بحال هكا وتنزلوها في اللاطا، او كتاخذوا هذاك المنقاش وكتحاولوا تنقشوها. يعني هنايا عندكم نتوما الاختيار، السيده دير اللي متوفر عندها في البيت. غادي نطبعها، غادي ننزلها في لاطا ديال الفران، غادي ندخلها للفران اللي كيكون مسخن من قبل على 180 درجه، لكن ملي كندخلوها كنخليوها على حراره متوسطه، ما تكونش عاليه وما تكونش ثاني ناقصه بزاف. انا غنخليها على 170، طيب من التحت ثم كنشعل على شويه من الفوق، ما نخليوهاش تتحمر بزاف، غير شويه ونخرجوها تاخذ لنا 15 دقيقه، كنديروها في الرف الوسط ونتلاقاو ان شاء الله ونشوفوا امتى غادي نبودريوها. هنا كما كتلاحظوا معايا الحلوه ديالنا من بعد ما طابت راها باقا سخونه، لاحظوا معايا. غادي ناخذ سكر كلاصي اللي هو هذا، يعني عادي ماشي شرط يكون سبيسيال، نبداو نفندو فيه الحلوه ديالنا. ممكن تبودريوها غير هكا من الفوق، يعني تيبقى لكم نتوما الاختيار، غير هي يستحسن تكون سخونه باش يشد لكم فيها شويه السكر كلاصي. انتما لاحظوا معايا هاد القياس هذا، راه اللي بغات يعني حنا تنديرو فقط العيد، الناس اللي هما لان تنديرو اشكال كثيره، يعني كنديرو حتى ثلاثه الاشكال ولا اربعه، لكن بالنسبه للناس اللي تيبغيوها هكا المناسبه مثلا سابع اولا عرس اولا، فضروري ما تضيعوا في المقادير. هاد المقادير هاد المكونات اللي عطيتكم انا اليوم، هاد المقادير غادي نخرجو لكم تقريبا واحد 50 حتى 56 كاع الى كثرات 56 حبه اللي كتخرج، لكن الا بغيتو مثلا 100 والفوق ضروري اخواتي ما ديروا 500 غرام ديال الزبده، وديروا جوج كيسان ديال الزيت النباتيه، ويعني كتبقاو تضعفوا جميع المكونات. وديما كتلعبوا بزنجلان، يعني اللوز وزنجلان وهذوك الزبيب هذوك، يعني كتبقى السيده تزيد او تنقص على حساب، لكن الاساس دائما هو الزبده والزيت، هو اللي تيخرج لنا هو اللي تيعطينا. هنا كما كتلاحظوا معايا اخواتي الحلوه ديالنا من بعد ما خليناها بردات. بالنسبه للبنات اللي كيسولوا على طريقه الاحتفاظ بالحلوه في هذا الصاد، فتنقول لكم اخواتي انكم اما كديروا الحلوه ديالكم في واحد الطبسيل فاش غادي تقدموها، وكتدوروا عليها السلوفان وكت يعني تحزموها كتزمتوها مزيان، وكتحطوها في واحد البلاصه اللي كتكون بارده عندكم في الدار، يعني مثلا الصالون او السيجور، يعني المهم شي بلاصه اللي ما تكونش يعني اللي كتحسوا بها انها بارده، ما كتقصهاش السخونيه، يعني خرجوها من الكوزينه. البنات اللي تيقول لك واش ممكن اننا نديروها في الثلاجه، بطبيعه الحال ممكن نديروها في الثلاجه كالحلويات اللي فيهم سكر كلاصي، انا ما تنديروهش في الثلاجه نهائيا. كنعاود نكرر الحلويات اللي فيهم سكر كلاصي ما تنديروهمش في الثلاجه. انا على شخصيا انا الا كانت يعني الا كانت شي اخت عندها شي طريقه ممكن تفيد بها اخوات في التعليق، لكن انا الحلويات اللي فيهم سكر كلاصي ما تنديرهمش في ما كنديرهمش نهائيا في الثلاجه. كنخطيهم بواحد السبابيو سيلفيزي ولا بواحد، كنديرهم في واحد السطل وكندير معاهم طوبه ديال السكر، وكنحطهم في واحد المكان اللي تيكون بارد. كنعاود ناكد واحد المكان اللي تيكون بارد عندكم في الدار تما فين تحطوا الحلوه ديالكم. اما كيقول لك واش ممكن نبداوها من دابا، طبيعه الحال الحلوه راه تبداوها حتى شهر ما يوقع لها حتى حاجه. هانتوما لاحظوا معايا الحلوه ديالنا كيف تجي، غادي نقسم معكم واحد الوحيده وغادي نوريكم انها شوفوا كيف تتجي، تتجي كتفردت. لاحظوا معايا هشيشه 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 بزاف، لكن تبعوا النصائح انكم ما تكثروش الطحين باش ما تجيكمش قاصحه، وما تكثروش ليها الطياب في الفران باش ما تشربش لكم في الفران وتجيكم قاصحه حجره. هانتوما لاحظوا معايا هنايا راها كتفردت. نتمنى ان شاء الله انكم جربوا هذه الحلوه وتنال اعجابكم. الى عندكم اي استفسار او اي تعليق فكنتمنى انكم تخليوه في اسفل الفيديو، الى حلقه قريبه بحول الله.